عندنا مجموعة أسئلة، الحقيقة بعدها عم بتكرر نفس الأسئلة السابقة، لكن راح أتناولها من زاوية تانية. يعني أول شيء في عندنا، يعني مثلا راح أعطيكم مثال عن واحد من الأسئلة، أو اللي هي أقرب إلى تعليقات، يعني لأنه لما الواحد بيطرح السؤال بصيغة عم يحكي فيها، يعني عم بيحط فيها موقف، بتصير تطرح أسئلة: من هو هذا؟ يعني الذي يقول هذا الكلام؟ المرات اللي ما عنده خبرة بيوقع فيها. يعني كيف بيوقع فيها؟ إنه مثلاً بيجيك واحد، مثل ما هلا رح أقرأ لكم تعليق أنا، بيقول لك إنه ليش ما بيعمل حزب الله مثلنا نحن اليمنيين؟ وبحط له على الإسناد اللازم تقديمه لفلسطين وغزة. لوهلة أولى أنت، يعني إذا ما انتبهت ودققت، بتروح شو بتعمل؟ بترد عليه إذا أنت من مؤيدي حزب الله أو الحشد الشعبي أو إيران أو هذا، إنه تغرق بالمنازلة المنافسة بين ما يقدمه حزب الله وما يقدمه اليمن. بيجي حدا من أنصار اليمن أو أنصار الله في اليمن، لأنه هذا ممكن يكون يمني معادي لأنصار الله، ولا بشرح لكم كيف. فبيقول إنه عزيز يا يمن، اليمن كذا، اليمن كذا، بصير هذاك بيقول له لا، وحزب الله مش مقصر، وهكذا بتفوت الناس ببعضها. إذا هذا مشروع فتنة. ليش مشروع فتنة؟ أولا لأنه اليمن، يعني سمعت السيد عبد الملك الحوثي بيقول: يا ليت لدينا الفرصة لنسهم كما يسهم حزب الله في نصرة غزة. حتى الآن نحن نطلق، يعني في الأسبوع 40 50 100 صاروخ، نصيب هدف، هدفين، ثلاثة، خمسة. حزب الله كل يوم يعني مئات الصواريخ ومئات وعشرات المسيرات، و يحرق مستوطنات ويدمر يعني مواقع، و يعني الله مش منعم علينا بهذه البركة. طيب، فهذا اللي بيجي بيقول لك اعملوا مثل ما عم يعمل اليمن. هذا مش يمني، وهذا إذا يمني مش من مؤيدي المقاومة في اليمن. هذا مبرمج ليزت في التيشي لتعلق الناس ببعضها. اوعى تنجروا. إذا حدا إجا لكم إنه القسام تفعل وكذا، ماذا تفعلون؟ سرايا القدس تفعل، ماذا تفعلون؟ إذا حدا إجا قال الحشد الشعبي كذا يتحمل تبعات أنتم، يعني كل هاي بقلب محور المقاومة. إياكم أن تستدرجوا، إياكم أن تستدرجوا. هذه مشاريع يعني الفتن لا أكثر ولا أقل. واضح؟ هاي وحدة. فنحن ما راح نرد عليه انه مش راح نعمل مثل اليمن، وراح نعمل مثل اليمن. راح ناخذ جوهر الفكره: اليمن تاج راس الامه العربيه، ولن يعني يدفعنا احد لندخل بمقارنه بين ما يؤديه حزب الله وما يؤديه اليمن. كل طرف بهذا المحور حسب خصوصيه ساحته، وضعيته، امكاناته وقدراته، ما مقصر، ما حدا مقصر. هلا في حدا بعت لي عن الجولان، راح نشرح كمان سوريا. يعني فلذلك يعني دفع أطراف ومؤيدي ومناصري محور المقاومة إلى الاشتباك هو مثل الفتنة السنية الشيعية. بيجي واحد بحط لك إنه بدافع عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين وبهاجم إيران، لا يرد حدا من موقع بيكون مثله، يعني حساب مزور مثله. شو عارف مين إني هول؟ هذا إيران الشيعة إلى آخره. بصيروا قطبين جاذبين، هذا بيجذب المؤيدين للتشيع لشتيمة أهل السنة، وهذاك بيجذب أهل السنة لشتيمة أهل الشيعة، وبيروحوا بيتركوا الحسابات وبيروحوا بيتفضلوا لفتنة تانية، بس بيكونوا فوتوا الناس ببعضها. فرجاء الانتباه لكل هذا النوع من هلا خلينا نجي لبعد جوهر الموضوع كله: لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ طبعا انا يعني لن امل من شرح الموقف ومن توضيحه. ليش؟ لانه في ناس كثير ممكن فعلا يكون ملتبس علينا. انا بدي اسال سؤال: اذا انت رحت عند حكيم وعندك خي مريض ووصف له دواء، ولقيت انه هو عم يعني هالدواء عم بياثر على المرض لكن بطيء،
هو وصف له حبة باليوم، تقوم تعطيه 10، وصف له 5 مللي جرام، تقوم تعطيه 50، على أساس إذا الخمسة عم تعمل هيك فال50 شو راح تعمل؟ يعني نظريا هالحكي صح؟ وإذا حبة بتعمل هيك عم تريحه شوي، فعشر حبات شو بيعملوا؟ بيذبحوا المرض، بيذبحوا المرض والله بيقتلوا المريض دخلك. طيب نحن قدام قادة في العسكر، على الأقل الواحد منهم له 30 40 سنة بيخطط عمليات وبيعرف أنواع الأسلحة ودارس وضع إسرائيل ومتفرغ لها القصة، يعني فاني حياته، أولاده ما بيشوفون، عيلته ما بيشوفها، معرض للقتل بكل لحظة، وداير يدبر صواريخ ويعدل صواريخ ويحط خطط للبناء، وهذا بيجي واحد على البارد المستريح بيعتبر حاله صار قائد عسكري، على اساس العسكر انه انا تقديري هيك، يعني مثل الطب، ما العسكر مثل الطب، علم علم علم، ناس بتدرس وبتفني عمرها لتتعلم، وبيجي واحد بيقول لك والله انا اعتقد انه من المفيد ان تطلق الصواريخ على تل ابيب. يا حبيبي طيب ماشي، يعني فيك تسال مثلا والناس تجاوبك اذا النيه طيبه، اما اذا انت مبرمج ومفبرك ومشغل فالناس تنتبه منك. يعني هون انا عم بقول انه هل نثق نحن بان هذه المقاومه بكل فصائلها صادقه، يعني هي تقدم تضحيات حقيقيه، ولا كمان هو شهداء تمثيل، يعني ناس عم يحط توابيت ما فيها شيء وبيمشوا بيرموا فيها بيقولوا هي جنازات الشهداء؟ اذا مصدقين انه في تضحيات ومصدقين انه في شهداء، يعني مصدقين انه في معركه، يعني مصدقين انه الناس جديين في قتال اسرائيل؟ طيب هون فيكم تسالوهم، طبعا ما في حدا مقدس وما في حدا فوق النقاش، لكن تسالوهم انه ليش؟ انه اذا فكرتوا بطريقه اخرى، مثل حدا مثلا بيقول لي، طبعا بيقول بطريقه موقف مش سؤال، انه كنت تقلنا انه المدرجات الطائرات لن تجدها الاسرائيلي لن يجد مدرجات تهبط عليها طائراته، مظبوط؟ كنت اقول هيك وبعدني بقول هيك، بس كمل الجمله، ولو هيك تقطشها انه لا تقربوا الصلاه، روح كمل وانتم سكارى مش هيك؟ وهاي ان العدو يجب ان يعلم، وهذا الكلام مش الي، هذا الكلام لسماحه السيد، ان العدو يجب ان يعلم انه اذا اراد ان يقصف بيروت وان يقصف الضاحيه وان يفكر بانه قادر على تدمير لبنان فليضع في حسابه، فإن مدنه ستدمر، وإن عواصمه وكذا وكذا، بل إن طائراته التي سوف تأتي لن تجد مدرجات لتهبط علينا. بس أنت عندما يقصف بيروت، عندما يقصف الضاحية للمرة المليون، المقاومة ومحور المقاومة قادرون على تدمير إسرائيل، لكن كلفة هذا التدمير هي 3 شغلات، هذا الأوفر دوز اللي عم نحكي عنه، 10 حبات دواء على اساس الحبه عطت مسكن او هدات الوجع او بدات تعالج المرض، نزلت الحراره بلش يورد وجهه فنعطيه 10 نخلص من المرض، هذا غير صحيح. النتائج المترتبه اذا بدانا نحن، يعني اذا ذهبت قوى المقاومه ابتداء الى تحت شعار معادله، طالما انهم يقصفون غزه فلنذهب إلى تدمير تل أبيب، إذا غير الفلسطيني قام بهذا، هذا سوف يعني، لنحكي بصراحة، أن هناك محور شيعي تقوده إيران يريد أن يقتل اليهود وأن يدمر إسرائيل، فبالتالي العرب راح يطلعوا له مخصنا، ويا أهل السنة مخصنا. 2، الغرب سيقول هذه حرب إبادة ضد المسيحيين واليهود تحت العنوان اليهودي المسيحي، الكنائس الإنجيلية والبروتستانتية وحتى الكاثوليك، يعني بعد عم بحكي الكنائس مش عم بحكي المواطنين، اللي عم المواطنين عم ينزلوا بالشوارع أصلا، لكن رح تطلع القيادات السياسية وتقول إنه هذا الغرب مهدد، وهو لأنهم من الغرب ولأنهم بيض ولأنهم كذا، وهذا التوحش الشرقي وهي كذا، فلا بد من أن نساند وأن نحمي وأن ندافع. هني أول يوم بعد 7 أكتوبر شو قالوا؟ قالوا هيك، ولولا أن قوى المقاومة كانت متحملة ومستعدة لتتحمل السباب والشتائم واتهامات التخاذل ولم تستجب للذين قالوا اقصفوا تل أبيب، لأن المقاومة لم تستجب نهض الشارع الغربي. بدي عيدا، لأن المقاومة لم تستجب
لهؤلاء الذين قالوا أين هي صواريخكم؟ وتحملت السفالة والتفاهة والشتائم والبذاءة من أجل فلسطين، لما نهض الشارع الغربي، لما خرجت الجامعات الغربية. شايفين لو بعد الطوفان الرواية والسردية التي تقول إن حماس جاءت لتقتل المدنيين في غلاف غزة، وجاء حزب الله وقصف العمق السكاني في تل أبيب، أصلاً ما كان معه وقت الناس تروح تدقق إذا الرواية صحيحة بأنه قتل المدنيون أم لا، وقطعت رؤوس الأطفال أم لا، اغتصبت النساء أم لا. كان كل الكلام الذي سوف يعرفه الناس هو أن تل أبيب تقصف، وأن المسيحيين اليهود وهذا يصابون ويقتلون. وبالتالي المطلوب أن يهم الغرب كله لنصرة إسرائيل وللدفاع عن إسرائيل في مواجهة هذه الهجمة الإسلامية العربية المتوحشة. وبالتالي من هون إذا انتباه محور المقاومة لهذه اللعبة منع هذا التدمير في غزة، ما حيتوقف، صرنا عايدين 100 مرة. الإسرائيلي إذا قصفت تل أبيب بالعكس سيزيد التدمير، ويصبح بالنسبة له أنه ما عم بيقتلونا، بدنا نقتل أكثر، والمسألة بدها 4 5 طيارات على مدار اليوم، ما بده أكثر مشان غزة. بالمقابل ستدمر مدن وعواصم، وهذا عندنا من دون جدوى، يعني ما راح نحقق شيء، راح نمنح الإسرائيلي توازن هو لا يملكه الآن. الآن هو في وضع فائض قوته، لا يحل له مشكلة المستوطنين المهجرين، فائض قوته وفائض القوة الأمريكي لا يحل مشكلة البحر الأحمر، فائض قوته وفائض القوة الأمريكي لا يحل مشكلة الأسر. هو على الآن، نحن على الآنين، وحدة اسمها الأذى اللاحق بالمدنيين. لكن هذه حرب، وهؤلاء الناس الأبطال العظماء في غزة يقولون لكم لا نريد أن تبكوا علينا، يعني لا نريد عطفكم، لأنه كذاب، لأن الذي عطفه حقيقي إذا كان في فلسطين فهو يرفع راية المقاومة، وإذا كان في لبنان فهو يقف وراء المقاومة، وإذا كان في العراق فهو يقف وراء المقاومة، وإذا كان في سوريا وإيران فهو يقف وراء المقاومة. أما إذا كان في بلد آخر فليدفع حكومته توقف شوي الشاحنات اللي جاي بالغذاء والمياه والبضائع الاستهلاكية للكيان، بدل ما يتفلسف على الآخرين ماذا يجب أن يفعلوا، مش أحسن؟ وإذا قادر أكثر فليخرج إلى الحدود، إذا بلده عنده حدود مع فلسطين، ويرفع علم فلسطين بس ويهتف لفلسطين مش أكثر، ويصور حاله بالتليفون وينشر. وإذا يعني عنده شوية همة أعلى، اقفال السفارات ورفض إلغاء الاتفاقيات، وإذا لا عم نحكي بعقلانية، قاطع البضائع، لا تروح على ستاربكس، لا تروح على المكدونالد، لا تساعد بيبسي وغيره إلى يعني الشركات المعلومة. يعني بمعنى الصدق له مقياس والنفاق له إشارات. أغلب الذين يتحدثون عن لماذا ولماذا ولماذا إشاراتهم نفاق، لا ننفي أن بعضهم قد يكون صادقا، وأن بعضهم قد يكون خلفياته صادقة وطيبة، لكن في نهاية المطاف نضع الأمور في نصابها، نحن نناقش الفكرة بعد ما نقول لهون عدوا على جنب، زيحوا، لا تدعوا قلقا وطيبة قلب على أهل غزة، لأن أهل غزة مقررين، هني مقررين أن يتحملوا الكلفة اللازمة لحماية مقاومتهم، ومقاومتهم مقررة أنها جزء من محور تدرس معه كيفية إدارة الحرب بذكاء، مش العشر حبات دواء سوا، بمعيار، بمقدار، بميقات، في خدمة الفكرة، والفكرة هي كيف تنتصر غزة، مش كيف نفش خلقنا نحن الجالسون في الصالونات. واضح؟ هلا بنجي بنناقش انه بفيد والله ما بفيد، بس هذه الفكره، مش انه انت والله معصب هلا شفت مشهد الاطفال والنساء يقتلون دمروا، لا يا اخي مش هيك، والله مش هيك. بدنا بتفيد، اذا بتفيد لا نعملها. اول شيء، هل الجبهات الداخليه في لبنان وفي العراق جاهزه لمستوى اعلى من الاداء ابتداء، يعني مش دفاعا، ابتداء، تحت عنوان أن نصرة غزة تستدعي أن نقصف تل أبيب
ولو دمرت بيموت فهذه تضحية واجبة. هذا هو الجو بلبنان. أي واحد يقرأ يفوت يفتش بالمقالات ويشوف إذا الجو اللبناني هيك. لا، الجو اللبناني مش هيك. حتى وليد جلاط ببطل مع المقاومة، جبران باسيل بالنص ببطل بالمرة، دار الفتوى بتقول لك وقفوا لحالكم، ما تحملوا بيروت، روحوا حملوا صور ومواطير، وإلا بدنا ناخذ موقف. طيب شو نكون استفدنا؟ السفارات العربية، المغامرون عليهم أن يدفعوا ثمن مغامراتهم، ما قالوها بحرب تموز، وكل اللي كانت عمليته المقاومة أن أسرى جنديين إسرائيليين لتفاوض على الأسرى اللبنانيين وفي طليعتهم الأسير الشهيد الآن الله يرحمه سمير القنطار. قالوا مغامرون ويجب أن يدفعوا ثمن مغامراتهم. وما طلعت الشعوب تتظاهر إلى جانب المقاومة. طيب معلش، يعني خلونا بحلمكم شوي، الأمور تسير بالطريقة التي يجب أن تسير فيها. كيف نبقي الشارع الغربي معنا؟ كيف نبقي الحكومات الغربية عاجزة عن تعبئة جيوشها وقدراتها للقتال دفاعاً عن إسرائيل؟ كيف نبقي العنوان الفلسطيني متصدراً وسابقاً لعنوان محور المقاومة الذي ينظر إليه كمحور شيعي؟ كيف بنحجب هذه الصورة وبنخلي هاي جبهة إسناد لغزة؟ غزة هي العنوان، فلسطين هي العنوان.